كيفاش كتجي ملبوسه ديك جلابه زرقاء؟ هي هذه هكا دايره 260 درهم. هما كيفاش كيجيو في اللبسه ديالهم؟ كاينين هادو، كاين هاد الستيل هذا ديال الكسوة، وثاني هادو موديلات جداد والثمن ديالهم حتى هما 200 درهم بحال اللي كتشوفوا معنا. ها كيفاش كتجي من تحت، كتجي حتى هي بهاد الفرفار هكايا، وهذا اللوين الثاني، هادو دايرين 200 درهم. عندها هاد الخويطات هنايا وفيها حتى الموف، فيها حتى اللون الثالث. مزيان حسن هكاك والله. اهلا وسهلا، السلام عليكم، مرحبا بكم معنا فيديو جديد ونهار جديد من ايلا لوك. غادي ان شاء الله نشارك معكم هاد العبايات، وكاينين حسن لبيسات، كاينين جليلبات. وبالنسبه للمحل، العنوان ديالو اللي كاين في القيصريه ديال الازهار، كاينه هاد الجليلبه هادي، كاينه ديك الغوز اللي شفناها هي بلي طاي ديالها، وكاينه هاد اللوين هذا. غادي نشوفو هكا في الزرق بحال اللي كتشوفوه معنا. كاينين هادو هاد اللوين هذا، هادو هما الجديدات ديالهم. كاينين هنا واحد العبايات كيجي الستيل ديالهم واعر بحال اللي كتشوفوا هكا. هذه واحد العبايه كتجي بحال هكا من الجديدات ديالها. بالنسبه للثمن، كل بياسه راه كنخلي لكم فوق منها الثمن ديالها، واي سؤال مرحبا. كاينين هاد الجليلبات هادو، كاينه هاد العبايه هادي بهاد اللون، ها هما كيفاش كيجيو في اللبسه ديالهم. كاينين هادو هكا كيجيو، كاينين هادو هاد الفليطات هكا. كاينه هاد القبيه هادي، كاين هاد السراول اللي دايرين 149 درهم. كاين هاد الموديل هذا ديال القمايج بحال هكايا، شوفوا معنا في الصوره، اللي الثمن ديالو 170 درهم. هادو هما اللوينات اللي فيه، فيه هاد الغوز، فيه الخضار، وفيه حتى الزرق. غادي نشوفوا بحال دابا هادي، ها هي كيفاش كتجي طويله، عند هاد الفتيحات من جناب. كاين هاد الموديل هذا كيجي صراحة مزيون في المنظر ديالو بحال هيدا، دايره 200 درهم. هادي دايره 200 درهم. هادو هما لي طاي ديالها. رجعنا لكم عند هاد الجليلبات هادو، كاينه هاد الشكيل هذا كيجي بحال هكا، كتجي من تحت بهاد الشكل هذا، وعندها اليدين فيهم هاد الحزيمات، والثمن ديالها هو 260 درهم. هو هذا الموديل، ها هو. غادي نوريه لكم ملبوس باش تشوفوا اكثر كيفاش كيجي حسان. هي هذه كيفاش كتجي ملبوسه، ديك جلابه زرقاء، هي هذه هكا
دايره 260 درهم هو الثمن ديالها. اها كاين هاد الكتيوات هادو الثوب ديالهم خيط ياك خيط، ها هما كيما كتشوفوا كيجيو من تحت حتى هما يا كلوش بحال هكا. الثمن ديالهم اختي 200 درهم. صافي شكرا. كاين هاد الستيل هذا ديال الكسوة عاوتاني، هادو موديلات جداد والثمن ديالهم حتى هما 200 درهم بحال اللي كتشوفوا معنا. ها كيفاش كتجي من تحت، كتجي حتى هي بهاد الفرفار هكايا. وهذا اللوين الثاني هادو دايرين 200 درهم، عندها هاد الخويطات هنايا وفيها حتى الموف، فيها حتى اللون الثالث اللي هو هذا اللون الثالث ديالها، والثمن انا قلت لكم 200 درهم. وحتى ناتي وحتى هادو 200 درهم. كاينه هادي ها هي كتجي بهاد الشكل هذا، كاينه هادي فيها نواغ ولو بلون، نواغ زاله صيفيه جات هكا من تحت هاد الشكل، حتى هي 200 درهم. بحال هكا كاين هذا اللي عنده ليديدات بحال هكا مفتوحين، وهادو الالوان ديال الكساوي اللي شفنا فيهم حتى هاد الوانات هادو اللي كيديروا 199 اللي هي 200 درهم تقريبا، 4000 ريال الثمن ديال هاد الكساوي هادو كاملين اللي فهاد الشاريو، لا الكحل ولا اي لون كيف ما كتشوفوا في الصوره معاكم. كاينه هادي كابا طويله هكا بجويبات، هادو هما ليديدات ديالها هكا، ها هي كيفاش كتجي مفتوحه عندها واحد الصديفه. هذا الستيل ديالها من اللور كيفاش عامله هكا، عندها واحد الفتحه هنايا. الثمن ديالها هو 260 درهم هو الثمن ديالها. كاينين هادو كيشوف هاد الشكل هذا، كاين هاد اللوين هذا، كاين الكحل بحال هكا زويونين ناسي، هادو هما اللوينات اللي فيها. غادي ندوزو نشوفو الثمن اللي هو 220 درهم. مزيان حسن هكاك والله. كاين هذا ها هما لي طاي ديالو في هذا اللون، وفي هذا الكري هذا، وهنا صورت معكم اخر موديل في هذا الفيديو، ولكن المحل مازال فيه بزاف ديال الموديلات، ان شاء الله تزوروه ويعجبكم، كنجيب لكم حاجه جديده حاجه زوينه، وكنتمنى يكون الفيديو يعجبكم. هذا الفيديو هذا اللي فيه هاد التشكيله هذه ما بين الرومي والعصري، شي حاجات اللي زوينين وجداد، وكنشكركم بزاف الناس اللي كيبقاو معايا حتى الاخر الفيديو. ما تنساونيش من لي لايك ديالكم باش تشجعوني نزيد نعطي اكثر ونجيب لكم دائما الجديد. ما عليا غير نقول لكم مع السلامه، تبقاو على خير، فيديو اخر ان شاء الله. شكرا لكم.